السلام عليكم، معكم أخوكم أحمد خليفة من الكويت، طالب في أكاديمية الفجيرة للطيران لرخصة طيران خاص. اختياري لأكاديمية الفجيرة للطيران ما كان اختيار عشوائي، كان من بعد بحث طويل واستشارة العديد من الأصدقاء اللي يعملون بهذا المجال، إضافة إلى حضوري إلى العديد من المعارض اللي كان هناك تواجد ومشاركة من الأكاديمية. وبعد الإجابة على كثير من الاستفسارات أخذت القرار بالانتساب لهذه الأكاديمية. حبي لعالم الطيران هو شغف ابتدى معاي من سنين. خلال هذه الفترة استخدمت العديد من برامج المحاكاة إلى أن توصلت إلى مرحلة لابد لي الانتقال للواقع وتحقيق الحلم. بمجرد دخولي اليوم الأول في أكاديمية الفجيرة للطيران وجدت فعلا الأكاديمية وفرت كافة السبل الحديثة للتعليم والتدريب وذلك لتأهيل الطلاب للانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية. شعوري للانتقال للمرحلة الثانية شعور جميل، وذلك بعد ما انتهينا من المرحلة النظرية كسبنا العديد من المعلومات اللي فعلا تأهلنا للانتقال لهذه المرحلة بفضل جهود الطاقم التعليمي. شكرا لجميع العاملين والقائمين على أكاديمية الفجيرة للطيران على هذه الجهود الواضحة المبذولة وإتاحة الفرصة لكل من يرغب في الدخول في عالم الطيران.